تقع جبانة بني حسن على الضفة الشرقية لنهر النيل، على بعد حوالي 20 كيلومترا جنوبي المنيا، ويوجد بهذه الجبانة أكثر من 30 مقبرة متميزة ترجع إلى عصر الدولة الوسطى، وبالتحديد من عصر الأسر 11 و12، أي حوالي 1800 عام قبل الميلاد، أي أن عمر هذه المقابر يقدر بحوالي 4000 عام، وهي ذات أحجام مختلفة، وتم نحتها في جرف من الحجر الجيري، مزينة بالمشاهد التي تصور الحياة الإقليمية في المملكة الوسطى. بعض هذه المقابر مفتوحة للزيارة، وتضم هذه المقابر نقوش توضح عمليات صيد الأسماك والحيوانات والنسيج ومحاصرة الطيور والسفر والحروب، كما توجد أيضا رسومات توضيحية رائعة على الواجهة. وهذه المقابر هي المقابر الأربعة كاملة تماما والمعدة للزيارة. ويعتقد البعض أن السبب في أن هذه المقابر غير مكتملة هو أن طبيعة الجبل غير مناسبة، ويعتقد آخرون أن السبب هو أن صاحب المقبرة لم يعد لديه الإمكانيات ليكملها. ومن هذه المقابر غير المكتملة توصلنا إلى معرفة طريقة نحت المقبرة. تعكس المقابر التباين السياسي بين الفرعون والحكام، فعندما أصبح الفرعون ضعيفا زادت قوة الحكام، وعندما أصدر الفرعون قرارا بمركزية السلطة قاموا هم بتعيين المحافظين. وتستغرق الرحلة إلى منطقة أثار بني حسن يوما بأكمله من القاهرة، فهي على بعد 3 ساعات للوصول إليها. عودة لحضراتكم وفقرتنا الأخيرة النهاردة على الهواء مباشرة في 10 الصبح، ودايما بنركز في أثارنا على الأقصر وأسوان، والأقصر وأسوان طبعا منطقة عالمية وسياحية وأثرية من الدرجة الأولى، لكن ده لا يمنع أن مصر من أقصاها إلى أقصاها مليئة بالأثار النادرة اللي بتعبر عن عظمة هذا الشعب، ومنها الأثار اللي طبعا زميلتنا العزيزة وفاء قالت عليها في التقرير، وبنستمتع بصوتها يوميا في تقاريرها المميزة. منطقة بني حسن في المنيا، منطقة بني حسن في المنيا منطقة جميلة جدا بتحوي عدد كبير جدا من المقابر المميزة بمشاهدها العسكرية ومشاهدها النادرة اللي مش موجودة في مقابر أخرى. هنقرب منها ونعرف عنها أكتر ونعرف قيمتها الأثرية بصحبة دكتور مصطفى عطلة، الأستاذ بقسم الآثار المصرية بكلية الآثار جامعة القاهرة. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك يا دكتور، صباح الخير. من فضلك يعني عايزين نلقي الضوء على هذه المنطقة وهي منطقة بني حسن. تفضل يا فندم. منطقة بني حسن اسمها منطقة بني حسن الشروق، وهي تقع في محافظة المنيا على الضفة الشرقية للنيل في مقابل مركز أبو قرقاز. هذه المنطقة تعد من المناطق الأثرية الهامة في مصر التي لا يعرف عنها الكثير من المعلومات، فكل المعلومات كما تفضلتم تنصب على منطقة الجيزة ومنطقتي الأقصر وأسوان. هذه المنطقة ذاع صيتها واشتهرت في فترة نسميها نحن الآثاريين الدولة الوسطى، وبالذات في الأسرة 12، كانت جبانة لهذه المنطقة وضمت العديد من المقابر. ضمت حوالي 39 مقبرة. من هذه المقابر نجد أن هناك 4 مقابر شهيرة، هي مقابر باكت وخيتي وخنوم حطب وأمن محات اللي هو بيدلعوه باسم إيميلي. لو مسكنا مقبرة زي مقبرة أمن محات بنلاقي إنه هذا الرجل يكنى بلفظ إيميني، لأن المصري القديم كان عنده الاسم الكبير وهو الاسم الحقيقي،
وبعدين الاسم الصغير وهو اسم الدلع، زي ما احنا دلوقتي مثلا نقول محمود ابو حنفي، حسن ابو علي. نعم. مصر القديم كان عنده كل شيء، ولكننا لا نعرف هذه مستجده يعني لا طبعا. لا 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 لا, لا ما فيش حاجه مستجده. احنا لو بصينا لمفردات حياتنا بصفه عامه بدون مبالغه وبدون اقتراء على الحق، نجد انها كلها تقريبا عناصر مصريه قديمه. لسه بنستخدم يعني كلمات من اللغه القديمه. هي فقط على حياتنا الحاليه دونما ان نعرف اننا نتحدث ونتعامل ونسلك باحاديث وسلوكيات ومعاملات مصريه قديمه. بني حسن الشروق يعتقد انها كتسميه ترجع الى احدى القبائل العربيه التي جاءت من شبه الجزيره العربيه واستوطنت هذه المنطقه. لو عدنا الى مقبرة إيميني على سبيل المثال اللي هو الدلع بتاع عم الحاد، نجد أن هذا الرجل قد عاش في عهد الملك سنوسرت الأول من أوائل الأسرة الثانية عشرة، وكان حاكما لمنطقة أو إقليم الوعل اللي هو بني حسن دلوقتي. والمقبرة طبعا كانت مزدانة كغيرها بالعديد من المناظر، ومن أهم المناظر في منطقة بني حسن والتي تتميز بها هذه المنطقة هي دون غيرها هي مناظر المصارعين والرياضات المختلفة، التايكوندو والجودو والمصارعة الحرة ومصارعة المحترفين ليست وليدة اليوم. يعني دي مش أصلها ياباني وصيني وغيره. لا 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 لا, لا, لا. اليونان وكل الناس دي خدت عن الحضارة المصرية القديمة. احنا عندنا في مقبرة واحدة أكثر من 216 منظرا، 216 منظر للمصارعة وغيرهم مئات كثيرين توزعت بين هذه المقابر الأربعة، وخاصة بين مقبرة إيميني ومقبرة خيتي. درست هذه المناظر 216 منظر. ده في مقبرة واحدة. في مقبرة واحدة. في الباقي كتير. درست مناظر المصارعة هذه، فلم يجدوا تشابها أو تكرارا لمنظر واحد مع منظر آخر. ادتنا جميع أوضاع، جميع ما نتخيل من أوضاع مصارعة أو رياضة المصارعة، كأنها لقطات لفيلم سينمائي متتابعة. هم قالوا عليها كأننا أمام شريط سينمائي. نعم. تتكرر مراحله واحدة تلو الأخرى. وحركات في منتهى القوة والرشاقة. علماء الرياضة وعلماء المصارعة أقروا بهذه الحقيقة في العصر الحديث. متى تم تنفيذ هذه المناظر؟ حوالي 1800 قبل الميلاد، أي بما يقترب من 4000 قبل الآن. هذه هي حضارتهم، يعني هذه هي الحضارة المصرية القديمة، هذه هي أهمية منطقة بني حسن. أنا أتخيل دكتور إن إحنا ممكن مع المزيد من الاكتشافات نلاقي إن كان عندهم أفلام سينما يعني من كتر التطور. هو حضرتك يعني معلش أنا هرد برضو على الجزئية دي. إحنا في الأسرة الأولى 3100 قبل الميلاد، يعني أكثر من 5000 عام من الآن. في موظف كبير اسمه حماكة من الأسرة الأولى في سقارة، عثر على مقبرته وعثر فيها على قرص. القرص ده كده عبارة عن لعبة أطفال صغير جدا. القرص عليه منظر، أصل السينما لم تخترع في نهاية القرن التاسع عشر، أو ما اخترعش الفرنسيين أو الإيطاليين أو 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 لا. اللي اخترعها مصر القديم برضه، وعندنا الدليل. وهم اللي قالوا كده. القرص دوت فيه عفوا كلب صيد. كانوا بيصيدوا بالكلاب زمان بس كلاب متخصصة. كلب صيد بيطبق على رقبة غزال بعد ما كان بيجري وراها. الطفل الصغير القرص ده في النص فيه تجويف عميق شوية، الطفل الصغير لو حط فيه قضيب من الخشب ولفه يجد منظرا سينمائيا كاملا متكاملا، الكلب يجري وراء فريسته حتى يصطاد. هذه هي السينما من الأسرة لغاية لما يوصل يقبض عليه. هذه هي السينما من الأسرة الأولى من 30 أسرة من التاريخ المصري، وكأنها كاميرا وآلة عرض. ودي يعني ودي اللعبة بالزبط الشهيرة اللي حتى بتاعت الأطفال. علماء السينما الأجانب بيقولوا دي أصل السينما. أصل السينما عند المصري القديم. طيب المقابر اللي موجودة دي يعني المشاهد دي مش مكررة في مقابر أخرى في الأسر وأسوان أو في غيرها من المناطق الأخرى؟ لا هي مناظر المصارعة لم تشتهر بها سوى منطقة بني حسن اشتهارا كاملا. يعني هل في مثلا رابط يربط بينها وبين المنطقة؟ هل مثلا كانت المنطقة دي بتحوي أبطال معينين في الرياضة في مصر القديمة؟ يعني هل في دراسات على الموضوع ده؟ لا ربما هو مصر القديم طبعا مش بيسجل هذه الأحداث اعتباطا. فربما أن يكون بالفعل هذا العصر كان يتسم بالسمات الرياضية ربما. وربما انهم لان هذه التصورات لم تكن من بنات افكار او خيال المصري القديم، وانما هو كان واقعا سجله على جدران المقابر زي ما احنا دلوقتي بنسجل افكارنا وعلى الكتب وعلى الانترنت وعلى الكمبيوتر بالظبط. فطالما انه صور شيئا
يبقى هذا الشيء قد حدث في الطبيعة. عندنا مشكلة دكتور، ومن فضلك وأنت خبير في هذا المجال وأستاذ فيه، إن إحنا ما بنستغلش هذه المناطق زي ما حضرتك ذكرت في البداية، إنه ما فيش حد يعرف كتير عن بني حسن، وكتير من مزارات السياحية في مصر ما هياش مشهورة. الخلل ده فين؟ هل في الإعلام؟ هل في الدعاية والإعلان؟ هل يعني عايز أعرف من خلال حضرتك. يعني أنا كنت بسمع برنامج من 3-4 أيام قيل فيه أن الناس على دين إعلامهم. الإعلام وسيلة مؤثرة جدا جدا صحيح. جدا في المجتمع. احنا كشعب مصري احنا لا نكاد نبرح جهاز التلفاز، سواء كنا مشغولين او ان احنا عندنا وقت. لو انا مشغول لازم برضو افتح التلفزيون واشوف ايه اخبار الدنيا. صح. فالإعلام سلاح مؤثر، فاذا كان هناك من ثمة قصور في هذه الناحية، عفوا انا بألقي بالتابعة الاولى والاخيرة على الإعلام، ثم على المدرسة، على الجهاز التعليمي اللي هو أخيرا بعد سبات عميق بدأ يوعي التلاميذ الصغار في المدارس بهذه الحضارة العريقة. الحضارة العريقة دي اللي كل الناس عارفها في أنحاء العالم غير المصري. الحضارة العريقة دي أنا أجيب الطفل الألماني الفرنسي الإنجليزي الأمريكي يعرف عن حضارتي أكثر مما يعرف الطفل المصري. الله، ده عيب مين؟ ده عيب المدرسة، وبرضه يأتي عيب الأسرة أولا، المدرسة ثانيا، وسائل الإعلام وده أهم ثالثا. فأنتوا عليكم طبعا عبء كبير جدا. واحنا النهارده اهو بنحاول بقدر الامكان اتكلمنا عن مقبره من المقابر، لكن نعم. في ثلاث مقابر نعم. اخرى نعم. في ابرز المشاهد اللي في المقابر الاخرى اللي بتختلف عن المقابر في انحاء الجمهوريه الاخرى. نعم، هو طبعا حضرتك زي ما قلت قبل كده ان السمه العامه في هذه المقابر هي المناظر الرياضيه، مناظر المصارعه بمراحلها المختلفه باشكالها المختلفه بافرادها المختلفين، وبعدين بتيجي طبعا مناظر لا يعني ما اقدرش اقول ان هي مقتصره على بني حسن، ما هو لازم يصور حياته كلها، مش كل حياته مصارعه، لا ده في حاجه اسمها رحلات الحج الى ابي دوس في محافظه سوهاج في صعيد مصر. دي رحله في منتهى الاهميه، ان لم يقم بها، دي حاجه حلوه قوي، ان لم يقم بها الشخص المتوفى حينما كان على ظهر الدنيا يقومون بها اتباعه بالمومية بتاعته او بالتمثال على الاقل، ويروحوا يزوروا منطقه الحج في ابي دوس. تعرفوا دي زي ايه؟ زي اللي ما يقدرش يحج مننا احنا المسلمين وهو حي يحج عنه ابنه او احد اقاربه وهو ميت. شفت ازاي بقى؟ اهدي مصريه قديمه. دي اسمها رحله الحج الى ابي دوس. بعدين تجي لنا مناظر ثانيه زي المناظر التاريخيه اللي يتحدث فيها صاحب المقبره عن اثرته، عن فضله في الحياه، عن اعماله. يعني مثلا يميني قال ايه، وكان ده كان حاكم المنطقه اللي هي منطقه اقليم الوعل، قال ان انا كنت عادل جدا في المقاطعه بتاعتي. مصر القديم كان بيهتم جدا بالعدل على فكره. كنت عادل جدا في المقاطعه بتاعتي، ولم اظلم ارمله، ولم احتقر فلاحا، ولم اسئ الى ابنه يتيم. ابنه، خلوا بالكم، ابنه بالذات، ولم يظلم ارمله بالذات، لان هنا ما لهاش ظهر يسندها. نعم. مصر القديم كان بيتحرى الدقه والعدل والرافه والرحمه والحنان في كل مناحي الحياه. دكتور مصطفى، هي دي اخلاق المصر القديم، هي دي اخلاق المصر القديم الى اللحظات اللي احنا بنعيش فيها دي. واي حد يشكك عايزين في مصريه كمان. المصريين او في اخلاقهم، او ان يكون في جزء او بعض من الناس بياخدوا بعض السلوكيات اللي احنا النهارده شايفينها على الشارع، لكنها لا تطغى. نعم، لا تطغى، لا تطغى على السلوك العام للمصريين. دكتور مصطفى، انا بشكل شخصي بشكر حضرتك على هذا اللقاء. شكرا، ربنا يخليك، واستفدت واحسنت دكتور في الكثير من المعلومات اللي شفناها من سيادتك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لدكتور مصطفى عطله، استاذ بقسم الاثار المصريه بكليه الاثار جامعه القاهره. وبنشكركم اعزائي المشاهدين، بكده بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. كل يوم امل جديد، وتذكروا دايما ان الفجر بيطلع بعد اشد ظلمه ممكنه. لما بنوصل لاشد درجه ظلام بيطلع احلى درجات النور، ودي ان شاء الله هتكون بدايه جديده. كل يوم بدايه جديده، كل يوم امل جديد في مصر احسن باولادها ان شاء الله. شكرك يا بشكرك يا نهلا، وبشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام، وبكره ان شاء الله اسره جديده من 10 الصبح الى 11.